السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ مصطفى العدوي؟ نعم. الحمد لله. شيخ، لدي 3 أسئلة من بعد إذنك. سل. لي صديقي يسكن في أمريكا الآن، ويعمل في شركة أمازون هو وأخوه. نعم. وظيفته يقوم بترتيب الطرود حسب الرقم ليقوم أخيه بإيصالها. المشكلة أن هذه الطرود يمكن أن يكون فيها خمر أو لحم خنزير أو أي شيء محرم. كم نسبة هذا إلى سائر العمل؟ والله لا أعلم. انظر، إذا كانت هي النسبة الغالبة ابتعد، إذا كانت نسبة ضئيلة فاصل العمل حلال، وإن استطاع أن لا يفعل مع المحرمات فعل، وإلا فالبناء على الأغلب. تمام.